فيديو صادم لروان بن حسين ظهرت فيه مع حبيبها أحضان ووضعيات رومانسية على الهواء. يا أقرب مني من عيوني عيونك وحده نال. تصدرت الفنانة الكويتية روان بن حسين ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو لها ظهرت فيه مع شاب قيل إنه حبيبها الجديد. وفي التفاصيل، نشرت روان بن حسين فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن عملها مع أحد الفنانات ليظهر شاب وهو يحضنها من الخلف. وقالت روان في الفيديو: حبيبي بحبك وما في تروح هيك ولا هيك، لتنهال تعليقات المتابعين الذين اعتقدوا أن الشاب الذي يظهر معها هو حبيبها الجديد، فيما رجح آخرون بأنه شقيقها. بتشتني قاعد 5 أيام بس بعد 5 أيام بس معاي حبيبي. الجدير بالذكر أنه كانت قد تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بفستان نقشة النمر، حيث تمكنت الفاشينيستا روان بن حسين من تنسيق إطلالتها بطريقة لافتة، حيث أضافت الكثير من الألوان التي منحتها المزيد من الأنوثة والجمال. وتألقت روان بفستان من نقشة التايجر الجذابة، وجاء بتصميم طويل وضيق يبرز رشاقتها وجسمها الممشوق بعد خسارتها للوزن. وتميز الثوب بقصته عند منطقة الصدر وأكمامه الطويلة، إضافة إلى الحبال المربوطة عند الظهر مع فتحة عالية من الخلف. الموضوع بالنسبة لي انتهى، ما جابتش حكايتك همها. ونجحت روان في تنسيق الإكسسوارات الفخمة مع الفستان الجريء، فانتحلت حذاء نسائي ذا كعب عالم باللون الأحمر، وحملت حقيبة كلاتش حمراء، وهو ما منح الإطلالة المزيد من الجرأة والأناقة. وأكملت إطلالتها بأقراط كبيرة الحجم على شكل قلب ذهبي. من الناحية الجمالية، تعمدت الفنانة الشابة رفع شعرها بالكامل بتسريحة الكعكة لإبراز تصميم الفستان من الخلف، وطبقت مكياجا ناعما على عينيها يرتكز على الألوان الترابية الناعمة، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع واللامع. واستعرضت الشابة الكويتية جمالها من خلال صور نشرتها على تطبيق إنستغرام، وبدت فيها بغاية الجمال والثقة بالنفس أمام المرآة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على أناقتها وتغزلوا بجمالها الطبيعي من دون تجميل. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.